أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لقيام السلطات السورية بإعادة اعتقال الناشط الحقوقي والمحامي عبد الله الخليل، وذلك بعد أسابيع من إطلاق سراحه، وهو ما يمثل استمرار سياسة استهداف الناشطين الحقوقيين واعتقالهم وتعذيبهم بالسجون. كما دعت المنظمة المجتمعين العربي والدولي للتحرك من أجل إيقاف تيار العنف والانتهاكات التي تطول اليوم المدنيين العزل بسوريا. وعن نفس المنظمة صدر بيان بتاريخ 4 فبراير 2022 حول الانتخابات الأخيرة التي دارت بالكويت. فقد أفاد وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في عملية المراقبة على انتخابات مجلس الأمة أن العملية الانتخابية ومجرياتها كانت نزيهة. كما رصدت المنظمة عددا من الثغرات التي تستوجب العمل على معالجتها مستقبلا، ولعل أهمها إطلاق حرية تأسيس ونشاط الأحزاب السياسية، وضع حد للإنفاق المالي الانتخابي، وحظر استخدام الأطفال في الأنشطة الانتخابية. وأفادت المنظمة أن هذه الثغرات لم تؤثر على نتائج الانتخابات، وأن معالجتها سيكون من شأنه تقوية وتطوير ممارسة الديمقراطية بالكويت. أما على صعيد آخر ودائما في الشأن السوري، فقد اعتبرت منظمة العفو الدولي أن الشعب السوري تعرض لخيانة عقب قرار كل من روسيا والصين استخدام حق الفيتو. وقد عبر بيان المنظمة الصادر في 4 فبراير 2022 أنه باستثناء إصداره لبيان رئاسي في أغسطس 2021 أدان فيه انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، فلم يقم مجلس الأمن بأي تحرك بشأن الأزمة. وصرحت منظمة العفو الدولي بأنها عاقدة العزم على متابعة ممارسة الضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن كي تحيل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر شامل على صادرات السلاح إلى سوريا. وقد أصدرت اليوم الموافق للثامن فبراير 2022 المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانا قالت فيه أنها مستاءة جدا للهجوم الوحشي الذي شهدته مدينة حمص في الأيام الأخيرة. وقد أفاد التقرير أن المستشفيات تعاني من اكتظاظ وقلة الأدوية والأدوات الطبية، وأن الوضع في المدينة أصبح مقلقا للغاية، وذلك بعد التصعيد العسكري التي شهدتها بعد استعمال قوة الأمن للمدفعية الثقيلة ضد أهداف كانت أغلبيتها مدنية. وقد أفادت سابقا بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسوريا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت من طرف قوة الأمن السوري منذ شهر مارس 2021، وأن هذه الجرائم كانت ترتكب بعلم من الحكومة السورية ضمن استراتيجية المنظمة. ودعت لجنة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد نوهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي إلى أن العديد من الدول عاهد على حماية حقوق الإنسان في دولهم والتصدي إلى أي خروقات تقوم بها أي دول أخرى في حق المدنيين، وبموجب ذلك يجب عليهم التحرك اليوم لإيقاف الجرائم التي تحدث في الأراضي السورية على مرأى من الجميع. وفي اختتام نشرتنا نود أن نذكر كما عهدنا على أن الدكتور مرادينا يبقى معتقلا في يومه 23 بباريس بعد اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية على خلفية مطلب من السلطات الجزائرية. بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا، شكرا على المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.